النصر ابراهيم عبد الحليم ابو عطيه، متبرع دائم في بنك الدم بقالي اكتر من 15 سنه، وده شيء انا بعمله. الاول كنا بنعمله كل 15 يوم، ودلوقتي بعمله كل شهر على اساس ان السن اتقدم. والحمد لله من فضل ربنا ان انا ربنا اداني بنتين هم بيكملوا بعدي، هم الاثنين فصلتهم او زي برضه باذن الله. مريت بظروف الزوجه كانت محتاجه الدم، يعني انا تبرعت، ولما حسيت قيمه الدم عرفت معنى ان في حد محتاج دم وازاي ان انا اديله دم. انا اللي شفته عن تجربه عن يقين مقتنع بيه تماما، المكان امن، بتحط الدم في مكان امن، بتاخد الدم ليك انت او لاي حد من اقربك او اي حد مصاب امن. عندي الكرات زادت، كل حاجة عندي زادت، حتى الصفف في الذهن بقى عندي أكتر والتركيز أكتر. طيب كل حاجة عندي زادت أكتر من الأول، وبناء على التحليل أول ما بدأت كانت الكرات عدد محدود 200 وي، النهاردة ربما أنا يعني يوم الاثنين أنا متبرع ب 18 وحدة بلازما وصفايح، أقصى تبرع 12 وحدة، أنا متبرع ب 18 وحدة، كنت أجيبهم منين إلا بالتدريج مع التدرب. أسماء نصر إبراهيم عبد الحليم عطية، بتبرع بالدم بقالي سنتين، ما تأثرتش لا صحيا ولا نفسيا ولا جسديا ولا أي حاجة. أنت بتستفيد لما بتتبرع بالدم، بتنقذ حياة شخص بعيدا عن أنت، سواء خايف من فكرة الإبرة وفكرة التبرع بالدم إن أنت بتحس بالألم أو بتحس بالتعب، أكيد لأ، لما تتبرع بتنقذ حياة شخص، الألم اللي هيجيلك أقل بكتير لما تحس إن الشخص ده أنقذ وأسعد وكمل حياته. إسراء نصر، عندي 18 سنة، ثانوية عامة، وإن شاء الله أول سنة في الجامعة بإذن الله. تبقوا متبرعين بالدم؟ إن شاء الله أول مرة، وبإذن الله أتمنى إن يعني يبقى على طول أقدر أساعد أي حد وأنقذ حياة أي حد، ودي الدعوة اللي أنا بدأت أديها ربنا إن هو يساعدني إن أكون أساهم في إنقاذ حياة شخص حتى لو معرفوش. اولا انا مولوده في بيت الفكره متعمقه فيه، لان والدي من زمان جدا هو بيتبرع بالدم، ووالدتي مريضه فكانت بتحتاج للدم، فكان دايما عندنا الوعي ان هو ايه اهميه الدم وليه وايه، مفيش ضرر بيرجع البني ادم لو هو ادى الدم بتاعه لحد تاني، بل بالعكس بيفيد المجتمع بتاعه، وهو كمان صحيا بيبقى افضل، وفي ثواب كتير عند ربنا. وحتى لو ان هو لو حد احنا ما نعرفوش او مش مفيش صله بيننا او تواصل، احنا بنتكلم وبنخوض نقاشات كتير قوي انا وزمايلي، لان الموضوع مهم. ودلوقتي بقى احنا نسمع عن الحوادث والاطفال وقد ايه الدم مهم وبيحتاجوه، فطبعا بالاول ممكن باعتراض، لكن بالمناقشه بقى بنقتنع ان هو احنا ممكن نوصل الفكره للبيت، وان شاء الله لما الفرصه تتاح لنا ان احنا نتبرع بالدم هنكون موجودين ونساعد ناس تانية غيرنا كتير.